في نوفيل جينيراسيون الفريق كالعاده محمد علي تونسي خويا مرحبا مرحبا محمد الدريدي اهلا نور السعيدي مرحبا بالناس الكل ومروان بوزيان عسلامه نور عندك حاجه تحب تحكيها حكمه نتاع العاده حكمه اللي هي موضوع التفاح موضوع التفاح اللي احنا اليوم حلقه سابعه انا من الحلقه الاولى نحب نقول وانت تعرف لقيت هذه نتاع شنو هي نتاع الحكمه نتاع المراسل المراسل جاني كلموني قالوا لي عنده موضوع الكورونا رجعت في تونس وحالات جديده عنده سكوب فيما يخص الكورونا والحالات الجديده تسويت نسمع المراسل فيروس كورونا المستجد يحط الرحال بقوة ومن جديد في تونس ولكن الموضوع مش بالبساطة اللي تتصوروها فريق المراسل وثق كل عملية عودة المرض الوباء الأخطر الكوفيد 19 أو بالفلاقي كورونا بعد غياب شهرين العالم بدأ يشكك فينا ولينا نحكي وكان على حالات وافدة وغاب تماماً الإنتاج المحلي اليوم حبينا نقول للعالم اللي في عينك أحلاه مش كان من برا جاي ولاية مدنينة تسجل اليوم الاثنين أول إصابة محلية بفيروس كورونا بعد حوالي شهرين دون إصابات محلية حبوا معاكم الدنيا فيها موت زغرتوا يا سيد في بحثنا حاولنا نرجع ونفهم قرار فتح الحدود كيفاش تم وهوني باش نفاجئكم انه صار بالاتفاق بين وزارة الصحة وجامعة كرة القدم الحقيقة صار اتصال من جامعة كرة القدم بالوزارة وأعلموهم إنه ما فماش فلوس جملة لاستكمال نشاط البطولة فالحل كان في فتح الحدود فحالات وافدة فحالات محلية ف15 يوم حجر فأكثر فتأجيل كل النشاطات الرياضية ففلوس في المكتوب وزوز موافقين ولسائل أن يسأل كيفاش أنا نعرف رأي زوز أطراف هذا يرجع لأني نخدم في الوزارة وفي نفس الوقت عضو جامعي ما غلوش فئة صغيرة تعصف بجهد متاع شعب ومؤسسات فئة صغيرة ولا كبيرة المهم أنه في مواصلة بحثنا زدنا لقينا معلومة أخرى وراء فتح الحدود هي أنه الأطباء التوانسة هما أحد أسباب هذا القرار وهذا ما أكده لنا الطبيب اللي كان مصمم أنه ما يكشفش هويته الحقيقة السفري أنه أحنا من أسباب فتح الحدود وشوف هو تجي تعذر تلوم أحنا كأطباء حسينا اللي الكورونا قزمتنا برشا في ساعة ما جيت في ساعة ما جيت كلي نسوم أنكور في الفاس الأولى ومزلنا هكا فرحانين ونفحين بها ونحب نحربوها ونوريوها قوتنا لكن تعمل هكا وفجأة توفى دونك أحنا حبينا فرصة أخرى ومشكورين اللي خذوا بخطرنا وسامحوني ديزولي ما نجمش نقولكم على اسمي كما شفتوا الطبيب رفض الإفصاح عن اسمه ولكن اللي نأكده لكم انه عبد لطيف برشا ومتفهم لدرجة انه كي تقول له جيب لي دبوزة اكسجين ها وش يقول لك كيف تقول لي حاجي بدبوزة اكسجين وقول لك نوفرها لك كي تقول له جيب هذا الاكزامبل المثالي للطبيب التونسي وهكا يظهر لي ما عاد عنا ما نزيده واللي ما عنده شي شاهد عنده الكذب هذا تحقيق المراسل في موضوع الكورونا والحالات الجديدة 39 ما المراسل خويا 39 حالة افحمني انا افحمني البارح 39 حالة وافدة في تونس وحالة محلية جديدة في مدنين سيد وزير الصحة دليل في بالك بالاخبار هذا البارح 39 حالة وحالة جديدة محلية وافدة ولا محلية هي حالة محلية في مدنين انا نسمع كم بالوافدين هكا نور اي في بالي صارت اول كورونا فاز يدي البارح حاله جديده في مدنين و39 حاله وافده احنا باش نشوفكم في اين ولا مش اين متابعين الاكتواليتي ولا توت سويت اين ولا مش اين اي يا سيدي خولة سليم